بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ الكورس بتاع كلينيكال باراسيتولوجي. المحاضرات دي تعتبر جايد ليكم بس، يعني على أساس إنه إحنا بنذكر فيها اسم الباراسايت، لكن مفروض إن إحنا نبقى عارفين الباراسايت ودارسينه كويس في الهلمنتولوجي وفي البروتوزولوجي وفي الأرثروبودا. عشان كده مش هنتكلم عن البارازايت نفسه، لكن هنتكلم على السيمتومز المعينة اللي بتعملها البارازايتس كولكتيفلي. بالنسبة للكلينيكال بارازايتولوجي ما بيشملش الجزء بتاع الهيماتولوجي، فيعني ممكن بعد كده لو حبيته نضيف المحاضرات دي لو قلته، لكن في نفس الوقت يعني هي هتبقى بالنسبة لنا في الباراسيتولوجي يعني الأهم، الحاجات اللي احنا بنقدر نقولها للجماعة بتوع الباطنة وبتوع التروبيكال ميديسين وبتوع الهيلم وبتوع البابليك هيلث بعد كده إن شاء الله لما تاخدوا الدكتوراه. فاحنا انا يعني عملت المحاضرة دي كجايد بس ليكم، كحاجة يعني نقدر بيها نجمع في دماغنا الباراسايتس اللي هي ممكن انها بتسبب كلينيكال سيمتومز وهي هي السيمتومز نفسها. لكن انتم مفروض تقروا لانكم طلب الدكتوراه طبعا، فمفروض انتم تقروا، المفروض انتوا هتعملوا الاكتيفيتيز اللي بعد كده كجايد ليكم انكم ازاي تجمعوا ايشوز على توبيك معين. دلوقتي هنبدأ بقى ان شاء الله. اول حاجة skin parasitic conditions. skin parasitic conditions these comprise two main groups. اول واحدة منهم هي الالرجيك سكين ديزيز، ودي يعني بتبقى عبارة عن دايلما دوهة كبيرة. بيبقى فيه allergic skin conditions due to other allergens في كل حتة، فواكه وبولنز وكلام زي كده، لكن احنا اللي يهمنا السكين ديزيز which is related to parasites سواء كانت هلمنثس ولا ارثروبود انفكشنز بتعمل علشان الالرجن سيكريتد باي ذا باراسايتس هتعمل سكين الرجي او الرجيك سكين ديزيز. بعد كده في عندنا سبيسيفيك افكتس اوف باراسايتس اون سكين، يعني دي هنلاقي فيها حاجات بتعمل ألسر، حاجات بتعمل كريبينج ايروبشن، حاجات بتعمل سكين ليجنز everywhere في البودي، وممكن قوي انها تبقى من الباراسايتس. اول حاجة الالرجيك سكين ديزيز. allergic skin diseases caused by parasites are firstly حاجة common جدا وبتبقى موجودة في الناس اللي هم sensitized against parasites معينة اللي هي الأرتيكاريا. أرتيكاريا is a temporary macular reddish skin rash which can be caused by allergens of endoparasites. It is generally due to excess histamine release and accompanied by eosinophilia. The parasites causing this condition are either يا إما هلمنثس أو أرثروبودز. بالنسبة للهلمنثس which can cause this allergic condition هم شيستوسومز السركارية بتاعتهم during entry through the skin. تاني حاجة الأسكاريس، دي بنبص نلاقي من ضمن الallergic conditions بتاعتها مش بس اللي بيحصل في اللنج وبتعمل حاجة اسمها لوفلرز نيمونيا زي ما نعرف بعد كده،
لكن كمان الأسكاريس كان كوز هايفي أو أرتكاريا. كمان التراكانكولاس ميدنينسيس دي بتبقى واندرينج في السبكتينيس تيشو على طول، فممكن برضو بتعمل allergic conditions generalized في السكين اللي هي الأرتكاريا. بالنسبة للأرثروبودز due to insect bites and inhalation or swallowing of insect products ممكن يحصل أرتكاريا. The most commonly causing أرتكاريا are bed bugs. Bed bugs اللي هي البق بتاع الفراش ده ممكن قوي إن البيت بتاعته تعمل أرتكاريا وبتبقى generalized في البادي كله، ويفضلوا يدوروا لا ما تاكلش فراولة، لا ما تاكلش بيض، لا ما تاكلش اللي مش عارفة ايه، وما تشربش ألبان وكلام زي كده، وهي simply البيت باكس هي اللي عاملة الديزيز أساسا. تاني حاجة الهاوس داست مايتس، ودي حاجة برضو بتبقى common inhalation بتاعها بيعمل chest allergy، وبرضو ممكن يعمل هايفي لأن الإنسان بيبقى sensitized against these mites. كمان في حاجة اسمها green mites and beetles اللي هي السوس والمايتس اللي بتبقى موجودة في الحبوب، ودي بتبقى يعني حاجة بيسموها storage mites على أساس إنها بتبقى موجودة في كل البيوت في كل أنواع الحبوب والحاجات اللي بنخزنها زي القمح والعدس، فاصوليا، بسلة، كلام زي كده. كمان السوس اللي في القمح وفي الحاجات دي برضو ممكن كان كوز ألرجي بالإكسكريتا بتاعته. تاني حاجة ممكن تحصل غير الأرتكاريا هي سوالينج. Swelling is either temporary allergic skin reaction around subcutaneous parasite and disappears after its migration, or permanent if the parasite is entangled by surrounding fibrosis or tissue reaction. The protozoan causes of this condition are Trypanosoma cruzi هيعمل حاجة بنقول عليها رومانس ساين أو التشاجوما. كمان في هيلمنثس ممكن تعمل similar condition which are sparganosis ودي بقى permanent في المكان. في الكنيورا سرياليس برضو permanent. لوا بتبقى temporary swelling اللي هي بيسموها الكالابار swelling. كمان الأونكوسيركا فولفولس which causes أونكوسيركوما ودي بتبقى skin nodules. كمان المانسونيلا persistence after treatment can cause skin nodules smaller than those of Oncocerca volvulus. في ممكن حاجات تاني بتعمل برضو allergic skin reactions، لكن احنا لو اتكلمنا على swelling في multiple swellings وهنشوف بعد كده ايه اللي بتعملها، لكن احنا هنا بنتكلم على single swelling او عدد few يعني بين اقل من 3 أو 4. ده الأونكوسيركوما اهي، عندنا كمان الصورة بتاعت رومانس ساين ودي باينة اهي في الليفت اي بتاعت البنوتة الصغننة دي. دي عبارة عن المانسونيلا بيرستانس سكين نوديولز افتر تريتمنت. اهي تاني كمان ده اللي هو الكالابار سويلينج زي ما احنا شايفين موجود في الليفت هاند اهو. بعد كده هنتكلم على specific skin
parasitosis. أول حاجة injurious skin parasites. This is pathological skin reaction to arthropod bites. ده بيحصل ازاي؟ يعني انه برضو البادي بيبقى sensitized against the insect bites بس في نفس الوقت ما بتعملش generalized urticaria لكن بتعمل reaction في المكان اللي هي فيه البايت وند. كمان في necrotic skin lesions, في كمان hemorrhagic skin lesions زي ما هنشوف بعد كده. أول حاجة اللي هي papillovesicular reactions in case of mosquitoes والfleas والants اللي هي النمل يعني والbees اللي هي النحل والwasp الدبور and some agricultural insects as beetles اللي بنقول عليها الروف بيتلز والبيتلز نفسها اللي بتبقى موجودة في الحدائق أو في الأشجار بتاعة النخل. كل الحاجات دي ممكن بتعمل local reaction في مكان البايت بتاعها أو المكان اللي هي ممكن تكون لمست جسم الإنسان فيه زي الروف بيتلز دي مثلا. دي ما بتلدغش خالص لا هي ولا البيتلز لكن just إنها تمشي وتنزل secretions منها على الإنسان نتيجة إنها خايفة منه لما بيحط إيده عليها مثلا على جلده أو كده بنبص نلاقي السكريشنز دي بتعمل skin lesions. Necrotic skin lesions as necrotic arachnidism is caused by brown recluse spider وده بيبقى موجود في أمريكا و it is discussed in arthropoda أو injurious arthropods. كمان الهيموراجيك skin diseases أو skin lesions caused by bites of ticks. ده شكل insect bite زي ما انتوا شايفين localized maculopapular reaction وبيبقى زي ما بيبقى لونه reddish in color دي في الأندر أكزيلا ويعني طبعا هتبقى نتيجة براغيث مثلا ممكن تعمل الحكاية دي أو برضو البيت بوكس. هنا برضو دي برضو المالتيبل سكين ليجنز برضو localized في مكان واحد ودي ممكن تبقى نتيجة الانسكت بايتس برضو. هنا زي ما انتم شايفين برضو في الباك اوف ذا نيك وده بيبقى ممكن نتيجة انسكت بايتس. وهنا برضو نفس الكلام. دي بقى الميكروتيك أراكنايديزم هتبدأ في الأول بعد ساعات من البايت هتبدأ بالريدنس وبعدين بعد كده هيبقى فيه جانجرين وهيبقى فيه سلافينج أوف ذا بارت عشان كده سموها ميكروتيك أراكنايديزم. وده البراون ريكلوس سبايدر اللي هو بيعمل الديزيز ده. دي الفيميل تيك زي ما احنا شايفين اهي بتبقى امبيدد في السكين بالماوث بارس بتاعتها وبتبدأ تاخد بلاد تسك بلاد بتعمل نوع من بتفرز انتي كواجولانت في المكان اللي هو فيه فهيحصل الكايموزيس زي ما احنا شايفين كده حوالين التيك نفسها في اثناء ما هي بتعمل بايتنج فبتعمل بالطريقه دي هيموراجيك سكين ليجن.
بعد كده بقى هنتكلم على specific skin parasitosis، يعني دوكم نون سبيسيفيك، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن في حالات معينة هنتكلم على السكين بارازايتوزيس، يعني بارازايت يبقى موجود جوه السكين أو obligatory skin parasitosis. دي أول واحدة منها maculopapular generalized skin rash، ودي بتبقى due to protozoa. This can be caused by some protozoa and does not lead to ulceration. This appears on treating the condition, زي في حالة التريبانوسوميسيس، post كالازار dermal leishmanoid والليشمانيسيس اثيوبيكا and acute toxoplasmosis. كل ده بيعمل maculopapular reaction في السكين. بالنسبة لل بوست كالازار ديرمال ليشمانويد والليشمانيسيس ممكن هتطول شوية وبتبقى سكيلي والكلام ده، لكن كله بالتريتمنت بيتحسن وبيبقى أحسن إن شاء الله. تاني حاجة لوكاليزد ماكيولو بابيلار راش بقى في أماكن معينة، زي إيه مثلا؟ In case of cutaneous mite infection, Sarcoptes cabei, Demodex folliculorum and Thyrus pubis, grocer's itch due to dairy and dairy milk itch mites. كل ده بيعمل localized rash أو localized skin reaction. برضو ممكن ال butterfly area on the face is affected by lupoid leishmaniasis and Latin American onchocerciasis. Also, it occurs in case of bather's itch on limbs and back. كل ده بيعمل localized maculopapular rash. ما بتبقاش في البادي كله. هنا دي bather's itch زي ما احنا شايفين، احنا مكبرين واحدة منهم اهي، دي متكبرة هنا. وبتبقى عبارة عن نقط صغيرة هنا موجودة في الفور أرم زي ما احنا شايفين كده. دي عبارة عن ساركوبتس كابياي، ودي الراش بتاعة الساركوبتس أو السكيبس زي ما احنا بنقول. دي بقى الراش بتاعة الديموديكس فوليكيلورم، زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى موجود في الهير فوليكلز، بيتغذى على السيبيشيوس سكريشنز. الناس اللي عندهم بشرة دهنية بيبقى أباندنت عندهم في الأماكن اللي هي بتبقى فيها مور سيبيشيوس جلاندز، يعني منطقة النوز والبترفلاي اريا دي، وفي التشين اهو، ممكن في الفوريد برضو. ده الشكل اهو بتاع الديمودكس، طبعا متكبرين الديمودكس هو والساركوبتس، ممكن يكونوا متكبرين اكتر من 500 مرة علشان يظهروا بالشكل ده. الراش دي due to harvest mites اللي احنا بنقول عليها، او الريد شجر مايتس او الريد باجز اللي هي بتبقى موجودة في المناطق بتاعة الحدائق، ويمكن احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي بتعمل الليجنز دي، واللاربا بس هي اللي بتبقى باراسيتيك. هنا دي سلايد للديفيوز كوتينيوس ليشمانيسيس دي سي ال، زي ما احنا شايفين بتبقى في ليشمانيا اثيوبيكا وليشمانيا مكسيكانا complex infection. It is chronic progressive and also
variant in distribution on the body, and it invades skin. Deep tissues may be affected also. Also, it is resistant somewhat to treatment, and it is very disfiguring. زي ما احنا شايفين ده برضو كيس تانية of leishmaniasis ethiopica وباين انها عاملة disfiguring وعاملة في نفس الوقت اهو هنا مثلا عاملة disfiguring نتيجة السكارينج ونتيجة السكين سوالينج اهو في ايدين البيشنت ده كمان في وشه زي ما احنا شايفين ودي برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى resistant to treatment. بعد كده هنتكلم على specific skin parasitosis تاني وهنقول على ulcerative skin lesions. يعني معناها parasites which cause skin ulcers. من ضمن الحاجات اللي بتعمل skin ulcers ومعروفة جدا طبعا الليشمانيا كمان البروتوزوا زي الاميبايسيس كيوتس اكانثاميبا skin ulcers تريبانوسوما الشانكر وكمان الدراكانكولوزيس الموست كومن في دول كلهم هي الليشمانيسيس في عندنا غير الالسراتيف في فرانكولر سكين ليجنز يعني تعمل حبايه كده بتبقى بالظبط عامله زي الدمل وريزد وانفلامد وريد ذيس اوكير وذ بروينج ارثروبود باراسايت زي التونجا بينترانس او اللارفي بتاعه الكورديلوبيا تونج فلاي دي بتبقى موجوده في افريكا وبتاعة الديرماتوبيا هومينيس اللي موجودة في Central and Latin America. They occur also on top of lesions made by lice infestation due to secondary infection. فبتعمل في السكالب بيديكيولوزيس كمان بتيجي برضو نتيجة البايتس بتاعة والسكندري انفكشن في حالة الثيروس بيوبس. دلوقتي احنا شايفين هنا كمثال للالسراتيف سكين ليجنز ده التريبانوسوما الشانكر اهو وده طبعا هيلد اللي بعده كده دي برضو الالسر بتاعت الليشمانيا وزي ما احنا شايفين بيبقى نيكروتيك سنتر ويا ريزد ايدجز وبالطريقة دي بتبدأ تنتشر حوالين الألسر نفسها لكن في السنتر هنا بتفضل السنتر بيبقى نيكروتيك علشان الفاسكوليتشر بتاعته ما بتبقاش كويسة دي برضو الميوكوكيتينيوس ليشمانيسيس زي ما احنا شايفين واخدة النوز واخدة كمان الأبر ليب أهي واللور ليب دي عبارة عن الألسر caused by Dracunculus medinensis هي بتطلع منها أهو زي ما احنا شايفين جزء من الورم نفسها بيطلع لما بتبقى موجودة في المية وهي هنا موجودة في المية ودي الظل بتاع اللي زي ما احنا شايفين دي بقى التونجا بينترانس بتعمل فرانكولر ليجنز في السول اوف ذا فيت اند ان بتوين توز واحد هيلد اهو والاثنين دول سابيوريتيف وكمان هنا موجوده في السول اوف ذا فيت of the foot and we have here كل الخطوط اللي احنا شايفينها دي عبارة عن حاجة
يعني ممكن نقول بتادين، ممكن نقول اي مطهر تاني مستخدم علشان الالسريشنز دي والسابيوراتيف ليجن اللي موجود فيها. These are frontal lesions caused by the larvae of specific myasis flies. واحدة منهم اللي هي دي عبارة عن lesions caused by tombo fly اللي بنقول عليها كورديلوبيا، ودي اللارفا بتاعتها اهي تقريبا زي ما احنا شايفين حوالي 1 سنتيمتر length، وبتبقى في النص هنا بتبقى more wider than the periphery من الناحيتين. التانية دي تعتبر single lesion او بتبقى بعيدة عن بعضها، مش زي بتاعت التومبو فلاي بيبقوا اللارفي بتاعتها بتهاجم مكان مع بعضهم تقريبا فبيتجمعوا مع بعض في مكان واحد هنا في البريست صراحة يعني، والمنطقة اللي under the breast اهي، فيعني بتبقى الليجنز بتاعتها more severe than that of ديرماتوبيا هومينيس. في الحالتين بنبص نلاقي دي البوستيرور اند بتاعت اللارفا اهي باينه من التوب اوف ذا فرانكلر ليجن هنا وهنا اهي، علشان السبايراكلز لازم تبقى معرضه للهواء. ده الديفرنس ما بين اللارفي الاثنين، زي ما احنا شايفين دي بتاعت الديرماتوبيا هومينيس بيبقى موجود عليها صفوف او rows of spines عند ال posterior end، وال anterior end بتاعتها بتبقى thin وبتبقى elongate مش زي بتاعت ال tombo fly اللي بتبقى كلها compressed مع بعضيها بعد كده لو اتكلمنا برضو لسه على ال specific skin parasitosis، في عندنا ال extensive skin burrowing، يعني بدل ما تبقى عاملة فرانكولار ليجن او عاملة ألسر في مكان localized يبقى هتبدأ تخش وتعدي وتنتشر في السكين. فالإكستنسيف skin burrowing where the parasite crawls in the skin forming hyperemic tunnels due to the host tissue reaction inflammatory and allergic في نفس الوقت. This occurs in case of helminthes زي الانكيلوستوما كاناينام والانكيلوستوما برازيليانسي اللي هي بنقول عليها ال CLM او cutaneous larva migrans، او بنقول عليها برضو تاني ال creeping eruption. كمان strongyloides stercoralis برضو بتعمل serpiginous tunnels في ال skin above في ال proximal part بتاع الثاي مثلا او على الترنك، وبنقول عليها لارفا كرنتس يعني لان اللارفا دي بتبقى طالعه من جسم الانسان وراجعه فيه تاني فبنقول عليها لارفا كرنتس. كمان في عندنا الارثروبودز از لارفي اوف هايبوديرما بوفيز والجاستروفلاس انتستايناليس الاثنين، واحده من اللي هي بتبقى موجودة في السكين بتاع الكاتل والتانية بتبقى موجودة في الستومك of equines زي الهورسز والدونكيز، والاتنين لو دخلوا في السكين بتاعة الإنسان هيعملوا creeping eruption. Also in scabies على أساس الستاركوبتس كابياي برضو بيعمل tunnels في السكين بتاعة الإنسان، بس tunnels بتاعة الستاركوبتس بتبقى very tiny تتشاف ممكن بعدسة مكبرة أو بالميكروسكوب على low power، مش زي التانيين بتبقى visible وبتبقى يعني hyperemic وباينة جدا للإنسان بال naked eye. هي التانلز بتاعت زي ما احنا شايفين دي بتاعت الانكيلوستوما كاناينم اهي، this also
and this also وده مكان الانتري اهو بتاع اللارفا وماشيه في السكين زي ما احنا شايفين هنا كمان عامله بولس فيزيكلز كبيره والتانل نفسه بيبقى سيرفيجنس ومتعرج زي ما احنا شايفين الطريقه دي بتاع السوري الليجن ده زي ما احنا بنقول ده بيبقى allergic وinflammatory at the same time على اساس ان اللارفا بتطلع excretory secretory antigens فدي برضو لما بتيجي تهاجمها الinflammatory cells وبتهاجمها برضو الليمفوسايتس على اساس انها الليكوسايتس والليمفوسايتس على اساس انها بتبقى عبارة عن allergy and at the same time يبقى فيه عندنا inflammatory reaction. من ضمن specific skin parasitosis برضو عندنا wound miasis. wound miasis بتبقى أو برضو acanthamoeba skin ulcers both lesions occur when the parasites take opportunity بتاعتها over abraded wounded skin. The fly larvae causing this case are the semi-specific habits. زي ايه مثلا؟ زي الكالر فلاي اللي هم الكريزومايا واليوسيليا والكاليفورا كمان برضو الفلاش فلايز زي الفلاش فلايز زي الساركوفاجا مثلا او البولفارشيا كمان ممكن برضو الكرايزومايا بزيانة برضو ممكن تعمل سيمي سبيسيفيك مايسيس وبتعمل سبيسيفيك مايسيس ادي الووند اهو او ممكن نقول ان دي بيدسور على اساس انها موجوده على بوني برومننس اللي هي على كعب الانسان ده وبعدين زي ما احنا شايفين دي اللارفي اهي باينه في الالسر او في الووند نفسه كمان هنا اهي دي اكانثاميبا ألسر ودي برضو الألسريشن ده is caused by أكانثاميبا وبنقول ليه إنها caused by أكانثاميبا علشان blackish discoloration of the ulcer كده تقريبا وصلنا لنهاية المحاضرة دي عندنا بقى needed activities اللي انتوا مفروض انكم تعملوها وبتتحط في اللوج بوك بتاعكم انكم هتختاروا واحد من التوبكس الستة اللي موجودين دول وكمان بعد كده ممكن picture albums لأي واحد هتختاروا يعني هنتكلم زي small review about the topic وكمان هنقدم معاها بيكتشر ألبوم للليجنز أو للباراسايت نفسه أو الباراسايتس اللي بتعمل الديزيز ده الكلام ده إن شاء الله يعني هيبقى الألبوم أو لو الألبوم أو الريفيو ممكن إن احنا يعني نقدمه عن طريق الايميل لأي حد من الأساتذة اللي موجودين في القسم اللي هيبقى معاكم في التوبيك ده. Thank you for good listening وكمان إن شاء الله I hope that you enjoyed the lecture and also I hope that you are benefited from this lecture. Thank you again and goodbye.